نعلمكم تاني بعد الفاصل، وخلينا نرحب بكريمان، كريمان ماهر نور الدنيا كلها. ميرسي يا رب. بصي احنا النهارده او احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن مشاعر القلق، الخوف، التوتر، الحاجات المشاعر الانسان بيحس بيها. لكن قبل ما عايزاكي تكلميني عن ده، عايزاكي تكلميني عن العلامات. ايه الحاجات اللي انا اشوفها تترجم مشاعري فافهم ان انا عندي مشاعر او احساس من القلق والخوف والتوتر؟ ايه الحاجة الجديدة او الحاجة الغريبة اللي انا اقدر اشوفها عليا فافهم ان انا مش مظبوطة؟ حاسه ان احنا محتاجين نرتب الفرق ما بين القلق والخوف والتوتر. عندنا بندخل المصطلحات كلها في بعض، بس خليني ارد على سؤالك الاول. ايه العلامات؟ ضربات قلب سريعه، بعرق، قلق، بحس اني مهزوزه، في حاجات كتيره قوي تدل على اني دخلت في مرحله التوتر. بس خلينا نبتدي بهو ايه الفرق ما بينهم. التوتر هي استجابه طبيعيه بحس بيها كبني ادم، لانه احنا اتخلقنا، عارفه رجل الكهف زمان، هو اتخلق لو سمع صوت بره معناها ان في ايه، في اسد، فدي استجابه طبيعيه لجسمي انه ايه ده، ركز، في صوت، في خطر، في حاجه ممكن تحصل. القومه دي، ده التوتر. ايه اللي بيحصل في جسمنا لما بحس بالتوتر؟ عقلي بيدي اوردر، يقول لجسمي فوق، في حاجه هتحصل، قد تكون خطر او مش خطر، بس في حاجه هتحصل، فانت محتاج تصحى تفوق معايا. فبيفرز كورتيزول وادرينالين، فافوق بقى، نبضات قلبي تبقى سريعه، نفسي يبقى اقصر، فاعرف مخي يفوق، ضخ الدم، فضغطي يعلى، فبجهز عشان اتعامل مع شيء قد يكون. فيخرج رجل الكهف جاهز، يبص يلاقيه فار، فيقول تمام صباح الفل، فيبتدي ايه، يهدى تاني. فالتوتر مش شيء وحش زي ما احنا متخيلينه. يعني انا شغلي مثلا مع المديرين التنفيذيين، احنا بنبقى محتاجين نستخدم التوتر بنسبه معينه، عشان هو بالطبيعه بيعلي من كفاءه الاداء بتاعنا كبني ادمين. التوتر بالظبط. خليني بقى اخدك في حته، هو في حاجه اسمها توتر كويس وتوتر وحش؟ هسالك سؤال، تعرفي تقولي لي الفرق ما بين لما بتبقي خايفه ولما بتبقي متحمسه؟ التحمس اكتر من الخوف احسن. يعني احسن عشان ايه؟ علشان ببقى بعمل حاجه انا متحمسه لها، حاجه انا حباها. والتوتر؟ لا، انت قلتي لي التحمس والخوف. بالظبط. الخوف بقى، معتذر، الخوف بعمل حاجه وانا واخده بالي قوي ان انا ما غلطش، عشان خايفه منها، عشان في حاجه سلبيه. شكرا. بس كده، هو ده الفرق ما بين التوتر الكويس والتوتر الوحش، اللي هو وجود الخوف. ومفيش مشاعر وحشة أو حلوة، كل المشاعر بتيجي لسبب. فلو أنا فهمت الخوف جاي عشان أنا أعمل إيه كاستجابة لي، أنا حولت التوتر من شيء سيء لشيء مفيد بستخدمه لصالحي. الخوف عادة بيجي عشان يقول لي في حاجة هتحصل، في تبعيات حاجة قد تكون، في خطر جاي، زي ما أنت قلتي كده، انا قلقان، في خطر جاي، فاصحى فوق. لو انا رديت على الخوف ده باني عملت بلان بريبريشن، انا جهزت نفسي، انا حطيت كل السيناريوهات اللي قد تكون وحطيت لها حلول، هيحصل ايه للتوتر؟ هيقل. هيقل، هيتحول للجزء الحلو اللي هو انا متحمس بقى انه لو ده حصل انا هعمل كذا. زي كده لما بتبقي داخله امتحان، انا عندي امتحان فانا متوتره جدا ومتضايقه ومتعصبه وقلقانه، قعدت ذاكرت، بنوصل لمرحله عامله ازاي، بص صباح الفل، خلاص ذاكرت، عملت اللي عليا، الباقي على ربنا، الموضوع انتهى. فانا شلت عامل الخوف. فالتوتر هو شيء طبيعي جدا ان انا عايشه بيه. هي المشكله يا رضوى ان احنا بقينا بنعيش بيه مدد اطول في حياتنا، وهو المفروض يجي في لحظات عشان يخليني اتعامل مع شيء قد يكون، فانا لقيت حل في الموضوع انتهى، هو ما بينتهيش بقى. دي المشكلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. التوتر بيتحول لمشكلة لما يبتدي يسيطر على حياتي، فأنا بأوبريت من ايه؟ من نسبة عالية جدا من التوتر. طب ايه الفرق ما بين التوتر والقلق؟ القلق هو توتر مزمن مستمر،
فالقلق عادة بيبقى محتاج علاج نفسي، لاني بوصل لمرحلة بقى خلاص انا ما ببقاش فانكشنال. فمن العلامات برضو خلي بالك ان انا خلاص انا مش عارف اشتغل، مش عارف اكل، باكل كتير قوي، ما باكلش خالص، بنام كتير قوي، ما بنامش خالص، انا خلاص انا مش عارف ادي وظايفي الطبيعيه او وظايفي اليوميه بشكل طبيعي. فهنا انا دخلت في مرحله الانكزايتي، اللي هي ساعات كمان بنسمع عن الانكزايتي اتاكس، اللي هو تلاقي شخص وقف تماما وبيترجف بس بالظبط. وللاسف بقى في شباب كتير بيتعرضوا للانكزايتي اتاكس وللبانيك اتاكس الفتره دي بطريقه، يعني هو كانوا بيقولوا ان يوجوالي الواحد بيجي له البانيك اتاك دي مرتين في حياته. احنا دلوقتي الموضوع بقى، انا في ناس بيرسونلي اعرفها بيجي لهم بانيك اتاكس مره في الشهر، فالموضوع مرعب. بس فده الفرق ما بين التوتر والقلق والخوف. توصيف الحاجه عند الناس دلوقتي ايه؟ توصيف الحاله العامه الموجوده عند الناس نظرا لاحداث غزه والمجازر اللي بتحصل التي لا تنتهي حتى الآن، إيه؟ أنا مش هضحك عليكي، الموضوع يعني صعب، صعب على كل الناس مهما كنا عندنا منتل أجيليتي زي ما بنقول ولياقة عقلية وكل الكلام اللي احنا بنقوله والإيموشنال وكل الكلام ده. الموضوع صعب جدا لأنه الإحساس بعدم القدرة على أن احنا نعمل حاجة، ده إحساس البني آدم أنه helpless، مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يضيف، أنا عايزة أروح أساعد الناس دي مش عارف أساعدهم إزاي. ده إحساس بنسميه freeze mood. وإحنا بنتكلم عن التوتر لازم نبقى عارفين إن إحنا nervous system أو جهازنا العصبي بيشفت من 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 مرحلة لمرحلة لمرحلة. المرحلة الطبيعية إن أنا قاعد في rest and digest، اللي هو أنا قاعد مرتاح دنيتي جميلة، عرفت إن في خطر بخش في المرحلة اللي بعديها، الزون بتاعة اقلق في خطر، فأنت محتاج يا تفايت يا هتخش تحارب يا هتجري من الخطر ده. المرحلة التالتة بقى اللي بنسميها مرحلة الفريز، اللي هو انا استنفذت كل طاقتي، احنا عمالين نتفرج على حاجات تعبانين جدا ولا عارفين نفايت ولا عارفين نفلايت ولا عارفين نحارب ولا عارفين نجري ولا عارفين نمشي ولا عارفين ما نتفرجش. انت مش قادرة تبصي الناحية التانية، ما ينفعش. دخلنا في الفريز اللي هو بيبقى متجمدين، شكرا، هوبلس، هيلبلس، اعمل ايه؟ اقطع، اقطع ايه؟ هو انا ايه يعني ان انا هفرق؟ هو انا كبني ادم لوحدي هفرق؟ مش شايفين امل، مش شايفين بكره. بصي انا مش هضحك عليكي في الموضوع ده، اي يعني انا منتلي ام فيري سترونج يا رضوى، يعني اشتغلت على نفسي كتير قوي. انا وقعت اسبوعين ما كنتش بطلع من السرير بسبب موضوع فلسطين. ومن البراكتسز اللي بنعملها هو تاني ان انا ارجع تدريبات. افهم بالظبط التدريبات اللي احنا محتاجين نعملها اللي بتتعامل مع التوتر، هو اني افهم هو يعني انت شخصيا وقعتي إيه؟ اسبوعين وانت مدربه حياه وبتعرفي تشتغلي على القلق والتوتر والخوف للناس. يس. وجات لي حاله من الهلع، انا مش عارفه اعمل ايه، يعني ايه انا مش عارفه ابقى هناك، انا مش بهرج، انا كنت بصحى كل يوم لجوزي اقول له يعني ايه، يعني ايه انا مش عارفه اروح هناك دلوقتي، انا لو ما عنديش عيال انا هروح اقعد معاهم دلوقتي دلوقتي حالا. طب انت بقى كريمان كمدربه حياه مريتي بنفس الاحساس والشعور بتاع ان انت جالك خوف على عيالك بصلهم بالليل وحاسه ان انت خايفه عليهم، جاتلك ده؟ ما جاتليش كده قوي، اكتر ما هي جاتلي اعمل ايه، انا في ايدي ايه اعمله، لان انا مش هقوم السرير ده لحد ما الاقي لنفسي دور. وهنا الروحانيات بتفرق جدا، والدين وربنا، وجود ربنا، وجود من هو اكبر واقوى مننا بكتير قوي. فانتي ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، انا بصيت لنفسي بصة زعلت ساعتها من نفسي قوي، ايه ده، ايه ده، إيه ده؟ ايمانك راح فين ويقينك اللي احنا كنا بنتكلم عنه؟ ايه ده، ايه ده، ايه ده، هو انت مش عارفه ان ربنا قايل لنا ان ده هيحصل؟ يعني احنا بنتفرج على المعجزه، انت قاعده نقمه وغضبانه وبتفرج عليهم وهم. اكتر حاجه هزتني الضحكه اللي على وشهم. ايه الضحكه دي يا رضوى؟ ايه الضحكه دي يا رضوى؟
انتوا هناك بتضحكوا كده واحنا قاعدين هنا، معلش مش قصدي حاجه، بنلطم وبنعيط. لا 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 لا، انا عايزه ابقى قويه كده. ايه القوه دي؟ من هنا جات لي القوه بتاعت اليقين. طب ادور بقى انا في ايدي ايه اعمله دلوقتي. على فكره الحرب مش حرب سلاح بس، الحرب دي حرب نفسيه. المشهد بتاع الضحكه اللي هم عايزين يوصلوها لهم دي، لا 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 لا، انا هوصلها انا كمان، انا هوريكم قد ايه احنا اقوياء. شفت واحد طالع كان بيتكلم بيقول لك وعمالين يجيبوا لنا في دبابات ويجيبوا لنا في بتاع واحنا اصلا غلابه، انا حسيت قد ايه احنا اقوياء بجد وخايفين مننا جدا. انا دي وقفتني جبل، قمت من على السرير تاني يوم. دي حرب اقتصاديه وحرب نفسيه بحت، واحنا بتوع النفسيه لا تعالي بقى. الشفت حصل وقد كان. لو تقدري تشخصي اللي كان عندك من القلق او الخوف او التوتر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كان عندك ايه؟ حقيقه انا كان عندي قلق وكنت محتاجه اعالج نفسي في الاسبوعين دول. لو كانت كملت معايا اسبوع تالت كنت هحتاج علاج نفسي مما لا شك فيه. ليه؟ لاني ما كنتش قادره اادي وظايفي اليوميه بشكل طبيعي. بنخرج ازاي باني اتعامل مع الخوف ده؟ هو انا خايفه من ايه؟ انت خايفه من ايه؟ قبل اقول لك انا خايفه من ايه، انا عايزه اقف عند الجمله اللي انت لسه قايلاها دلوقتي. لو كنت دخلت في اسبوع تالت كنت هحتاج علاج نفسي حقيقة. عشان انا مش قادره اادي وظايفي كما يجب. طيب ما في ناس بتاكل وتشرب وتنسى تروح الشغل، بتشتغل تصحي عيالها، توديهم مدارس، عيال بتروح المدارس تصحي جوزها، بس حياه بلا طعم. دي حقيقة. ده اسمه ايه؟ لا ده موضوع تاني خالص، لانه حياه بلا طعم دي انا محتاجه اعرف نفسي، محتاجه اعرف انا عايزه اشتغل على ايه، محتاجه اشوف انا اصلا ليه حياتي بلا طعم، ايه ليه اي لوست الحته دي. لكن بسبب الاحداث العلاج النفسي، ما هو في حاجه بقى غلط لو انا فقدت، لو الاحساس ده كان موجود وبعد الاحداث دي انا فقدت الاحساس. ايوه. فدي برضو مشكله، لان انا مش انا مختلفه، انا مش انا، انت فاهمه قصدي؟ هتلاقي في مشكله في وظايفها اليوميه انت مش شايفاها، مش بتنام بالليل، ممكن تبقى مطبقه وبتصحي الولاد تاني يوم، ممكن بتصحى كل نص ساعه، في حاجه تانيه. بس احنا يعني كل واحد بيبقى عارف نفسه. انت الوحيده اللي تقدري تقولي في مشكله ولا مفيش مشكله. وخلي بالك هو مش معنى ان انا قعدت في السرير معناه ان انا ما كنتش بودي بنزل العيال المدرسه، ولا كنت بعمل الاكل عشان يرجعوا يلاقوا اكل ياكلوه، ولا كنت بشتغل بخلص شغلي عشان عندي شغل ومسؤوليات. بس انا عارفاني، انا عارفه ان دي واقعه، دي مش قدراتي، ده مش الاداء بتاعي، في حاجه غلط. عارفه مفيش احساس كده، مفيش روح، نمنس كده، منمله، بتحسي انت منمله. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ ومش عايزاكي تكلميني كلام نظري والنبي يا كريمين، ماشي؟ يعني مش عايزاكي تقولي لي المفروض الانسان يعمل مش عارفه ايه وكذا. لا خالص، انا بقول لك اللي انا عملته. كمان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشهر اللي فات اللي احنا فيه او الحاجه و40 يوم احنا بنتعرض لاخواتنا واهلنا، بنشوفهم في غزه كل تقريبا يعني نص ساعه، هم في حال أسوأ من اللي قبليه. ده حقيقة. احنا بقى يحصل ايه؟ مش فاهم نعمل ايه. انا دوري ايه؟ انا دوري ايه؟ ده اللي انا اعرفه. انا دوري ايه؟ انا اقدر ادعي، اقدر اتبرع، اقدر اخش في الحرب الاقتصاديه واقاطع، اقدر اتكلم واخش في الحرب النفسيه واتكلم عن قوه ايمانهم واتكلم عن كميه في معجزات بتحصل حوالينا. يعني الناس اللي عماله تدخل الاسلام، الدين الاسلامي، صحيح. دي معجزات يا رضوى بتحصل حوالينا. صحيح. اختار اشوف ايه. بصي غصب عننا في مجموعه مننا، واحنا يعني انا شخصيا، ما انا بقول لك انا وقعت الوقعه دي، الضحيه، مود الضحيه شويه، اللي هو دول ضحايا وهعيط عليهم وهزعل. وايوه برو اكتيفيتي بقى، هتعملي ايه؟ احنا كبني ادمين ما بنشتغلش كده، عقلي هيفضل يلف في نفس الدوائر طول ما انا حاسه ان انا ماليش دور. اول ما احس ان انا ليا دور هقوم وابقى واقفه جنب اخواتي وابتدي ابقى بدعي، بدعي اكتر، ليا دور. كان في واحد بيشتغل معايا قال لي جمله كده فرقت معايا جدا، قال لي انا لما فقد يعني اصدقائه توفوا، فكان بيقول لي انت عارفه انا كنت عايز ايه من الناس؟
اللي كل شويه حد يخش يقول لي بقال الله وان شاء الله في الجامعة. ماشي ما انا عارف يا اخي، عارف عارف عارف. قال لي انت عارفه انا كنت عايز ايه من الناس؟ انا كنت عايز حد يجي ياخدني ونقعد ندعي له مع بعض. والله العظيم اثر فيا جدا جدا. قال لي انا ضربت نفسي بالجزمه ان انا قعدت شهرين بعيط عليه بدل ما كان حد جه خدني من ايدي وقعدنا ندعي مع بعض. كان زماني بقالي شهرين بدعي له. نعمل حاجه يا رضوى، نعمل حاجه، ناخد خطوه. عمرنا ما هنحس ان احنا كويسين غير لما كل واحد يحس ان هو ليه دور. مش لازم ابقى مموت هناك عشان يبقى ليا دور. واحد تاني برضو قال جمله بصراحه، احنا ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو ربنا عارف احنا مش قد الكلام ده، هم اقوى مننا، هم قد الكلام ده. انت هنا ليك دور بتحارب بطريقتك وهم بيحاربوا بطريقتهم، وكل واحد ليه دور. وهقول لك على حاجه بامانه، يعني من الحاجات اللي قد تبدو اكستريم ومش رياليستيك للناس، لا يعني انا وجوزي اقسم بالله العظيم احنا بنتمنى الشهاده، اقسم بالله، وبنقولها في البيت عادي جدا، وما عندناش اي مشكله في الموضوع ده. ولادي رجعوا من المدرسه قالوا لي اسرائيل وما اسرائيل وبنعمل والمفروض ومش عارف ايه. قعدت قلت لهم يا شباب احنا مش عارفين المستقبل فيه ايه، بس يو جايز نيد تو بي ريدي، لازم تجهزوا، لازم تبقوا عارفين ان ده عدونا وهيفضل عدونا طول حياته. بقوا هم اللي يمسكوا الحاجه والبراندز ويقولوا لي لا مامي دي مش مصري، مامي دي مش عارف ايه. كل العيال، كل الولاد، كل البنات دلوقتي بيعملوا اللي ولادك دلوقتي بيعملوه، بقوا عارفين يعني ايه القضيه الفلسطينيه، وان في محتل صهيوني، وان احنا هنقاطع كذا ونعمل كذا وهنساعد بالطريقه الفلانيه. صح. طب اسالك بقى سؤال، لولا اللي حصل ده تتوقعي ان احنا كنا هنعرف نزرع ده في ولادنا بالقوه دي مع اللي بيحصل في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده؟ هي دي بقى ازاي اشوف كرم ربنا بالله. في عز ما الدنيا صعبه دي محتاجه قوه ايمان، قوه ايمان عاليه قوي. طيب قبل ما اختم معاكي عايزه اعرف القلق والتوتر والخوف اللي انتي عرفتينا الفروق اللي ما بينهم، بعيدا عن الاحداث الجاريه اللي بتحصل دلوقتي، اتخلص منهم ازاي في حياتي، في احداثي الطبيعيه، في يومي الطبيعي؟ طيب زي ما قلنا التوتر الحلو والتوتر الوحش، الفرق ما بينهم هو وجود الخوف. فانا محتاجه اتعامل مع الخوف. التوتر الحلو، خليني اديكي مثال، لو عندي طاق على مسرح في شده كده متوتره، رايحه الملاهي اركب رولر كوستر، نازله بقابل شخص جديد ممكن تبقى علاقه او غيره، في توتر كده بيبقى توتر حلو عارفه، بس ما بيبقاش فيه، مش بيبقى مصاحبه خوف. اول ما يصاحبه خوف بيتحول لتوتر متعب. وعايز اقول لك على حاجه، اكتر 10 اسباب للوفاه، اول 10 اسباب للوفاه لقوا ان 7 منهم عامل رئيسي فيها التوتر. لانه انا جسمي من جوه بيحصل ايه؟ انا بفرز كورتيزول وادرينالين، فانا جسمي من جوه عامل ازاي؟ اون فاير، ولع ولع اون فاير، وانا ما بقفلوش. فلو هديكي شويه تبس عمليه، انا محتاجه اقفل، اعمل ريسيت للنيرفس سيستم ده، جهازي العصبي اللي عمال شغال نار ده وانا مش شايفاه. وفجاه في شباب بيناموا وهم بيموتوا وهم نايمين، شباب بتقع من طولها تموت، لانه ايه اللي بيحصل لما دول بيتفرزوا؟ ضغط عالي، نبضات قلب عاليه، بتسبب مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشاكل كثيره جدا. فانا محتاجه اتعلم ازاي افصل جهازي العصبي، منها طرق تنفس معينه، زي ان انا اخد نفس على 5 عدات، احبس 5 عدات، وبعدين اخرج النفس في 5 عدات لمده دقيقه. حسيت في وقت ان انا نبضات قلبي عاليه وابتديت اعرق ومتوتر، اعمل الاكسرسايز ده. اكسرسايز تاني، دش الميه الساقعه، دش ميه ساقعه 2 دقيقة. ايه اللي بيحصل؟ حاجه مؤلمه فعقلي بيروح لها، يروح يشوف هو ده اسد، فيلاقي ان الميه الساقعه امان ما فيهاش فير، فيقوم فاصل يشد الفيشه فيهدى، فاهدي جهازي العصبي. اوكي، فهي فيها ليها كمان شويه طرق وممكن تقروا فيها اكتر. ايه طرق ازاي تهديه جهازي العصبي؟ الرياضه ممكن تبقى عامل. الرياضه من الرياضه هاي انتنسيتي، هي نفس فكره المايه الساقعه، دماغي هتروح ايه ده في الم في العضله، إيه بس ده تمام، ده سيف، فنهدى شد الفيشه. واحده واحده ابتدي افكر بقى،
هو انا قلقان من ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا خايف من ايه؟ ايه الورست كيس سيناريو؟ تعالى قول لي ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ 1 2 3 هتعامل معاها ازاي؟ هصحى بكره الاقي صواريخ وحرب ومش عارف هتعامل معاها ازاي؟ ردود بقى، انا بقى ردودي إيه واحنا نطول اصلا نستشهد. لا انا بديكي بقى انت عايزه ليفل الوحش، فانا بفرجك بقى المينتاليتي في ليفل الوحش بتبقى عامله ازاي. انا بفيس كل الفيرز، هو انا طول ابقى شهيده؟ هو انا طول ده يبقى بيحصل؟ معلش انا عارفه يا جماعه ان انا وانا بتكلم كده قد تبدو قويه جدا لامهاتنا شخصيا، يعني امهاتنا هتلاقي اللي هو لا يعني هم بيستشهدوا كلها بس ولادي لا يا ابني ما تنزلش المظاهرات وما تعمل. لا معلش تعالي بقى نتكلم بجد، سيبك حطي المشاعر دي على جنب، تعالي نتكلم منتلي، انت خايفه من ايه؟ ده لو حصل هو انا طول اصلا؟ طب ده ما حصلش، ايه تاني؟ ايه بعد كده ممكن يحصل؟ مفيش. طب انا في ايدي ايه بقى دلوقتي اعمله؟ 1 2 3 يو هاف ا بلان، هتلاقي ده كله. شكرا، ورقه وقلم بقى واكتبي الكلام ده قدام عينيكي في اي حاجه في حياتك بقى، في شغلك، في التعامل مع مديرك، في حتى الفلوس. انا قلقانه من الفلوس تخلص، ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ يبقى عليا المبلغ ده اخر الشهر. طب تعالى نفكر دلوقتي ازاي محتاجين نتصرف في المبلغ ده لحد اخر الشهر، عارفه؟ وكل ما عملتي خطه لمده اطول كل ما خوفك قل، لان خلاص انت بتقولي دماغك انا متعامله مع ده، فما تبعتليش خوف تاني. انت مشغل الالارم ليه؟ ما انا رديت عليه خلاص، الموضوع انتهى. أنا معاكي، نورتينا. Thank you. Thank you. يعني قد يكون حل من الحلول زي ما كريمان قالت، وعشان كده بقول أنا معاكي، عشان أنا تقريبا بقالي 5 6 سنين بعمل الطريقة دي في حياتي. لما بتحصل اي مصيبه بحط اسوأ سيناريو، اسوأ نتيجه ممكن تحصل، وابتدي اتقبلها. يعني تمام انا موافق عليها، وهتعامل معاها او بعديها ازاي. فانا جربت الاحساس اللي هي بتقوله ده، فلقيت ان هو لا، يعني بينفع. عندي مصيبه في هسيب الشغل، هيحصل ايه؟ هسيب الشغل، تمام. بعد ما هسيب الشغل هيحصل ايه؟ اولا هسيب الشغل، هسيبه لان انا ربنا هيبقى كاتب لي كده. طب هشتغل ايه بقى؟ طب هعمل ايه لما الانسان بيحط حاجه بدايل او خطه او كذا؟ مش هقول بيبقى مستريح، لكن هقول بيبقى ايه؟ اهدى من الطبيعي. فعشان كده قلت لكريمان انا معاكي في اللي انت بتقوليه. انا مش عارفه في ظل الاحداث اللي احنا فيها دي، هل لو عملنا كده هتفيد ولا لا؟ هي ادرى مني لان هي اللي صاحبه العلم. كريمان ماهر نورتينا، شكرا جزيلا على كلامك. شكرا. مشاهداتي اعزائي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس.